انتم خلينا توصل رمضان وماشيين رايحين ماشيين كوز رمضان في المدينه سمحت ولينا قضي ما انتم يمشي معانا ما نمشيو نصوموا رمضان في مرتين ماشي شغل ما والو سميهاش مفتاحه يا خويا والله الا ماشي مصابرين بالله السلام عليكم الحبايب ديالنا كيف انتم لاباس عليكم بخير مزيانين نتمنى الله تكونوا كاملكم بخير على خير كما كتشوفوا دابا تبارتونا ان شاء الله عشتوا تطابق مرتين باذن الله واحد عليك يضحكي معاكم ان شاء الله غنمشيو انت ما عارف دابا رمضان يعني ما باقي لهم غير كيعرفوني نقولها بالصح لا هذاك غير حدايا باش نحافظ حدايا ابني لا كنت نعرف حيت انا ما غداش الصراحه محمد علي الهز يعني داك الشيء يعني كامله جوج ساعات ديال الطريق مع الفراجات اي اللي جلس في الكرسي ديالو بغا ينعس ينعس بغا يفيق يفيق الضو جا على السلامه الله يلا جا الضو من تقطعت الليل الضو سبحان الله باش تعرفكم المشاهدين مضوين علينا احنا فتحنا الكاميرا نهضروا معاكم والضو جا والضو جا المهم الحبايب ديالنا ان شاء الله دابا غنطلعوا نتسخروا انتم عارفين دابا رمضان قرب الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه امين يا ربي ايوا دابا نمشيو نجيبو شنو كاين نجيبو على حساب الوجه الشيواد وانتم عارفين رمضان يعني كيحتاج الشيواد والله الا دابا الصراحه السوق هنا كاين كلشي ولكن ماشي بحال اللي كنمشي للحانوت يعني عاد يكون فيه كلشي ولا شي سوبر مارشي اجبا فيه يعني شي يكون الفول سهل ايوا ان شاء الله نمشيو نتسخروا منا نشوفوا خالتي مسكينه عيانه واحد شويه ايوا صافي ايوا العيد بيبقاو مع فاطمه ايوا محمد علي انت لاباس برديدات شنطات عيبارك هاي اسمع هذه أنا بشي شيء صح أنا عندي صبن هذه عيني مكرر أنا صبن صح صبن 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 هي دي راه كنتينا اه واش كمل كان المرا في عويناته كطونو في عويناته لا لا كنطلع عندي وحده الصراحه خالتي مشاهدين السلام عليكم مساء الخير عليكم نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله في احسن الاحوال تحيه للجاليه داخل الوطن وخارج الوطن ما ننساوش الناس اللي كيشوفونا من اي دوله كيتفرجوا فينا وما ننساوش خوتنا الجزائريين اللي هما خوتنا عزازين وغالين علينا بعيد على ديك الناس اللي كيتعاطف لي كومونتير ولا شي حاجه الجزائريين اللي حرين والمغاربه اللي حرين وراقيين ولاد الاصل كيحبوا بعياتهم وكيحماقوا على بعياتهم والدليل ان اسمع بنعاود لكم شنو وقع لنا في هذا الصيف في شهر 8 واحد السيده جزائريه الوالده ديالي كنت في عمرها تقريبا شي 80 سنه تبارك الله هي وليداتها ومقيمين في الديار البلجيكيه ملي شافونا مرتين ديال الطياره مساكن بلجيكا جاو تما الشمال ما عرفتش فين نزلوا في الطياره واش نزلت في طنجه ولا في تطوان هزوا راسهم وجاو للبلاصه فين كاين حنا وكبروا واحد البارطمان تما كراو وجاو كيقلبوا علينا حتى تلاقاونا ثلاث ايام شوف شوف المحبه ديال الناس وهذا جزائري اقسم بالله الا الشعب الجزائري والشعب المغربي اللي كيموتوا على بعضياتهم خليونا من ديك الفتنه وديك الصحاب هذوك اللي مخلصين كاين شي واعظين مخلصين كينوضوا الفتنه وكاين نعاود شي بعض نعاود الله يهديهم كنجبرهم معاهم باقي نبرحش في الكومونتير سب فيه سب فيه اما الناس اللي مأصلين وراقيا كيموتوا على بعضيتهم خليكم معنا باش نمشيو ان شاء الله المرتين طلعوا على الوالده تاعي عيانه مسكينه شويه وعنديهم معنا الوالد لان الوالد معنا هنايا عشان قطع شي شغل ديالو وعنمشي معنا ان شاء الله وغنسخروا معكم رمضان لان هالرمضان هذا عاود معكم ان شاء الله عاوتاني مبلبل حية واعر مع العائلة يمكن عنا نشاط والضحك معاكم ان شاء الله الله عليكم وما نساوناش الجيم وكومونتيرات ديالي المهم الحبايب كما كتشوفوا دابا راه حنا دابا شادين الطريق دابا حنا ماشيين انتما محمد علي خدام عليك كيشوف مسكين تصدم يقول فين ماشي انا والله الا او عمي عاوتاني هو عاوتاني ماشي معانا كان جا عندنا ايوا كان عنده شي شغيول وقضاه ودابا ماشي ان شاء الله غنمشيو مجموعين انا الصراحه كنا ماشي ولكن عمي عامل لنا مفاجاه والعيال عيقراو ان شاء الله ويهودوا عند فاطمه هودوا مع عيال فاطمه كيخرجوا في الخمسه على بالو شكون يصوني هذا عمي على الكري على النهار كامل مسكين ما يصوني وعليه الكليان الوالد تبارك الله عند الكليان موجود تبارك الله الحمد لله الله يبارك ان
الشراع انتو في الشراع انتو محمد تحيه ثقه اهلا بعمو انا مخزن كيف خيالي لاباس بخير مزيان صح لاباس انتم بخير مزيان كما تشوفوا دابا جبر اجبرنا تخلطنا في الطريق مع عبد العلي طالو حنا هابطين ما عرفنا شي كيفاش يوقع عبد الله انه واحد اللي بغى يتعرض لنا في الطريق بالحق جبرنا حنا عنزازين ماشي شي واحد اللي هذا مدعوه ديالين في الشرع انتم ما بكم ثقه اسيروا عطوني جبر التيسع شوف مع الفي كانوا كاع مشطوره مع ما قالوها ما شبرنا لا عطيناك التيسع ولا طلاق لك ولا الى استنى شي حجر المحكمه انتم انتم تشوفوا سوالم الطوموبيل انتم او ما المتالف خليت لهم الطوموبيل اقسم بالله لا طلاق لك والمتابعين صحتكم خلينا انا مطلوب عمران خان عمران شي يقول لي بالدعالي نحط شي ستوري يقولنا الدعوه الله حيض مطلوب ولد المراه ديال الطوموبيل ديال الشفار الشفار بعد من المراه ما عبرتوا عليهم والله لا عبرتوا عليهم جدي دبر انا طلب اقول مازوط الله 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 شي والله الا دبر عليهم عطيهم شي دابا مع لا طيهم شي خرجوا كاع مشطوروا معاه اصاحبي انت قلتي وانا هنا الواليد شحال حنا نعاود وانت قلنا صاحبي الشحط المازوط وحنا البنا عندي كبيره خاصه المازوط بزاف سير الله عونكم سير الله وصلكم على خير امين باش ان شاء الله غدا نمشوا نتسخروا نطلعوا على عزيزك وغدا راجعين سيروا انا خليتو الاحسن اجيب الصخرة مزيان وهذه باش نبقاو شي ان شاء الله ضروري مروه بيبقاو معايا ولا نمشيو وين مرونه وحبط راسك باش يبانوا لا بيمشي عرفت اليوم ما جيناش عنده عرفت شحال الراجل خليها كنا كنشدوا الطاقه ونرتاحوا باش نشبروا باش نشبروا في رمضان ني ديريكت فهمت اه بخير الله يحفظك شوفوا اليوم ريحنا وهذه باش نشبروا غدا ما رجعوش بانقي في رمضان اسمع 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 غدا ما رجعوش بانقي وغدا بانقي والقرعه بنقلبوا الفريق اللي غيخرج معاه من شكون معاه من صافي جدي جدي واحد دعوه نربح في المسابقه في رمضان دعي معايا نربح الله يرزقك خبر ناجح امين امين ولا ما ديتيهاشي الا ما ديتي المسابقه اجيو عند محمد ذوقوا هذه بالحق انت شوف قلت لي قلت لك هبط راسك وانت حني راسك راه يديك عرفتك عاود الصوت ناجح ناجح اجعاده ما باش يدفعنا واش الزمه بالحق انت ما كنتي دسرت مي قلت لك حنا تقل لك واخا وبشوي بالحق انت مي قلت حنا راسك الحكام ديال المراه وصعيب ولا حكم فيك المراه صباح المحل هذا السلامه السلامه الله يعاونكم اش نقول لك واش اشتكي نعب الطرق نعب الطرق سبحان الله الطرق الخير تبارك الله شتا الخير في الطريق وسبحان الله كان المطع كنجبروا فيه شتا مطع لا صعيب الطرق سبحان الله تبارك الله هنايا الخير الحمد لله على هذا الخير يا الحبيب الله الله يزيدنا من خيره امين الحمد لله الله على النشاط الله ولكن حتى حنا عندنا لا حتى خلينا السحبه تما حتى حنا ان شاء الله عبد الله غانا الشتاء غتكون في هذه السيمانه ان شاء الله في المغرب كامل في هذه السيمانه هذه هاد مارس ان شاء الله شهر مارس نتمنوا ربي الحبيب يجوز الشتاء ان شاء الله ان شاء الله يا رب يا ربي يا رب الله يرحمه الى عذبات بالشتاء ان شاء الله حتى عندنا تما في البلاد عذبات بالشتاء انا دابا يا براير ها يا براير لا دابا حنا مارس دابا شهر ثلاثة ولكن الفلاح شحال انا في مارس كان فبراير فلاحي كان طبعا فلاحي مارس بيدخل ثلاثة 13 ملي كيدخل الشهر هذا 13 مارس كيدخل واحد في الفلاحي 13 واحد في مارس من يدخل دابا 13 في هذا في مارس 13 في الاداري نهار 14 واحد في الفلاحي دابا فهمتوا بابا على شاهد على على الفلاحي كيهضر لي دابا على الفلاحي واش دا كل على الفلاحي الله يرحمنا الحمد لله الله يرحمنا يرحم سعيد الحمد لله تبارك الله وصلى على النبي دابا راه تقريبا نص ساعه دابا هاد الطريق وهي الماء يدي الماء سبكلاص ما كيوقفش الحمد لله يا رب كيتورى ما فيهاش الشتاء هذا الطريق في الغربي العرايش هذه العرايش اللي ما هنا على مولانا عبد السلام الشاوي انت طالع عند جغرافيا الشباب انت عاد تشوف الله يرحمنا طونا كامل مغلوق عند سحبه واحده الشتاء مدوخه Thank you.
فاق عقلي ايه زي ما انا فاق صباح الخير شبعتي نعاب هذا الشارع وصلت انا قلت انا لي السلام ورحمه الله انا قريب دابا انا راهي 10 دقائق كنت نكون في الدار ان شاء الله دابا انا قريب انا دابا مش قسمايه هو الدير في المركز لا تنزل انا الاول تنزل الاول باش نبيعكم معايا احنا حنا الصمد دابا كما كتشوفوا طالعين في الدروج طالعين عند الوالده محمد عليا وانزل في الدروج نقول في الدروج عباد الله عاسك سوا انزل في الشتاء شوفوا بني راسي تفزيك شوفوا قلنا انا تفزيكت شوفوا شوف 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 انت شوف شوف قلنا انا تفزيكت الحمد لله على هذا الشتاء قال له ما احنا جينا عيطلع عزيزك عيطلع عزيزك شو كيش كتشوف الفوق شوفوا شوف عيطلع عزيزك عيطلع عزيزك قل له عزيزة انا جيت قل له يلا فتح البيبان احنا جينا قل له ما انا جيت قل له ما عزيزة انا جيت شوف شكون هنا شوف شكون هنا شوف 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 شكون هذي شوف شكون شعلو الضيعة شعلو الضيعة الله يرخل يدي في الدرج لاباس بخير صح لاباس كيف حالك؟ والله حصلته كنت عامل شباكية وانا طالع في الدرج وانا كنشم الريحة وين الحبيب وين العزيز الغالي؟ وين الحبيب الغالي؟ هيا 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 نزلت الشباكية هاي خدامنا سيروا شوفوا خدامنا خيها بسم الله السلام عليكم هاي جنود الخفاء تخبعوا تبارك الله تبارك الله على الشباكية تبارك الله هاي خدامنا الله يعطيكم الصحة الله ينور عليك امين باقي ديك الشوية سالينا قال لهم ساليا الله يسلمكم من يجيكم وهضروا مع المشاهدين السلام عليكم اخوات كيف انتم لاباس عليكم بخير مزيانين نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير والصحة جيدة يا ربي جا عندنا العزيز الغالي محمد علي اييه والله الى احسن حاجة عملتها مفاجئة ما توقعتوهاش لا صح واحنا ما قلنا حتى شي واحد والوالد مسكين كان الوالد والوالد ما سحبلوش حنا غنطلعوه قلت له الوالد يلا ضروري غنطلعوك حنا غنطلعو نسخرو نطلعو على الوالد ويلا دابا اتصلت بهم هذه واحد نص ساعه الله بدات تما حنا من الخماس حتى لهنايا ما حبستش الشتا تبارك الله النقطه الخير صح والله الا كبير قل عمتي شويه 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 قل عمتي شويه قل لها شوف شنو ضرب الحطه والنايك دابا عاد عيمشي عند عزيزه راه كتقول ما كتقفقف عليه دابا اخ فاطمه عاوتاني السلام عليكم الخوات كيف انتم لاباس عليكم نتمنى تكونوا بخير على خير واشكم مبروكه بالصحه والسلامه واش متمنيتي ان شاء الله ايوا مرحبا بك عندنا عقبتي هذه المفاجاه مرحبا بك الجنه دوزوا على رمضان لا باش نضحكوا دابا صافي سمحنا في مريم ومروه جينا ندوزوا معكم رمضان الله يسمح لينا والله ما انت ما انت احنا ما انت وحشنا وعبد الخالق ها هنا ياك يلا ما ندوزوا عند عزيزه يلا 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 زيدوا زيدوا يلا اجيو خذوا انا حمزه خذوا غير حمزه مزيان الله يعاون يا ربي كدارا مغضب راجل بزاف في راسي انا المره اخرى فاش طلعت لهنا بحدي ما دخلت لا شي نهائيا هذه الدار هذه والله ما دخلت له كنت نعس هنا الفوق في البيت الفوقاني والله الا كنت المشاهدين نعس الطبقه الفوقانيه في البيت والله ما كنت نهول لهنايا يلا اول مره دابا ولكن بان لي الدنيا انا باقا نقيه شويه نسيقه نقيه تبارك الله اخر مره ملي كنا جينا يعني فوق جينا شهر واحد كنت خملتها كامله وسياقتها ما خليت فيها حتى شي حاجه كم اذا شي قرب اجلها نسيت
حنا تشوفوا ليها صايبه حتى بالفراش بالكامل كلشي كنت هزيت. يعني ما قلتش صراحه كان نعس هنايا غير شي كان مسحته عاودته وصافي ومشيت. ايوا دابا ان شاء الله غنضرب ليها بالجفاف عاوتاني. اجي نقول لكم المشاهدين شكون في البدايات ديالكم عقل علينا فاش بدينا البدايات ديالنا هذه. اجي نقول لك ماشي هذا كان اول فيديو اول فيديو عندنا حطيناه في القناه المشاهدين. كنا بدينا هنا كنخملوا الدار وصبغنا الماريو هذا كان قهوي صبغناه بالفشفاشه انا وويصال وصبغنا البيت عاوتاني صبغنا الحيوط هذا الحيط هذا كان احمر تصوروا هذا كان احمر هذا كان ازرق وهذا كان اصفر وهذا واقيلا اخضر ياك ويصل هذا المهم اربعه اللوانات هنايا بحال شي راه العيال صغار والله العظيم. وجبنا الصباغه بيضاء المهم القوص عاوتاني باش تكونوا عارفين انت صبغته هذه شريت انا هاد التريه هذه انا صوبته صبغت هاد الشيء هدايا صبغت المهم كنا عملنا واحد الفيديو هنايا في البدايات ديالنا الصراحه كان واعر يعني كنا عملنا شحال كان ضربه ويصل ديك الفيديو عقله ولا ما عقلاش؟ لا عارفه الصراحه الفيديو واقيلا كنظن شي 30 كتبارك الله كان اول فيديو ولكن ديك اول فيديو شوف هو لان حنا باش تكونوا عارفين انا كنت قلت لكم في واحد الفيديو اللي عقلته كنا حنا عملنا اشهار القناه ديالنا عند واحد السيد ودخلوا لنا من عنده شي 10 شي 10000 مشترك وديك الفيديو عاوتاني كانت بارطاجات تبارك الله وضربنا شي 30 كعرفت الفرحه اللي كانت فينا المشاهدين شحال كنا فرحانين وديك 30 بالنسبه لنا حنا 30000 حالي فحالي كان مليون مشاهدة عندنا واحد الفرحة الفرحة أما ويصال كانت النقاز والله صافي بحال الدجاجة والله نهار بلغنا وقعت نهار بلغنا 4000 كنا ماشيين واحد كنا ماشيين في الرحلة البسيطة كنقولوا لها هنا جات يعني الطريق ديال كابوني كرو بالبلاصة هنا في كابوني كرو قول لهم كابوني كرو باش يعرفوا صافي في كابوني كرو كنا حنا والعائلة كاملة يعني بالنساء بالرجال بالعيلة بكل شيء وبقى عقلك كيف هيدا شفت في التليفون شو تخيل لها بعدها تصرجم نكملوا الهضرة لأن الريح البرد تبارك الله صبيت شتي هاد العشيه المهم حنا يلا جلسنا مع العائله قصرنا معاهم الفوق تعشينا ودابا هبطنا للدار زيد كمل اوس هذا ما كيطول دور كيهضر شوفوا ملي كنا ماشيين كابوني كرو كنا ماشيين انا كي بلغت هيدا حدا القنطره وكنت شوف التلفزيون كنت كندوز شوف بلغنا 4000 تصور وكنقز 4000 مشترك بقات كويصل كنقز وكنغوص قسما بلاصتي وكنقول لك قول لي شويه شويه وما جات بالليل وحال الفرحه والله لا فوق الكما كنقز بحال شي عيله باقا شي واحد كيديك انت سنتين انت باقا طفوليه باقا صغيره باقا وتصور والله الا باقي فيها هذيك الدابه ملي كتفرح بزاف كنحس بحال باقا طفوليه والله كيكون واحد الشعور واعر يعني دابا الناس مبتدئين ديال اليوتيوب كنعرفوا ديك الشعور ديالي معاهم كنعرفوا الشعور ديالي الله يسهل عليهم على اي واحد مبتدئ صراحه كنفرحوا مع شي وحده كنقول انا فرحانه بلا بحال هذا كنحسوا بيه كنقول انا حاسه بك الشعور من عندي سبا ولكن انا الشعور ديالي الصراحه هو كان واعر وفي نفس الوقت وكان عليا الضغط من عند الناس ديالنا الصراحه من العائله نهضروا بالحقيقه ما نكذبوش كيفاش اول لان كان علينا الضغط من العائله هما الاول العائله بزاف كانوا لا ما يمكنش شنو التبهدله عملتوا شنو هادي صافي شنو هادشي هدايا واش انتم حماق ما عرفت شنو يعني كنا صراحه واحد الضغط علينا كبير اما يعني العائله اللي كتجي صعيبه ملي كيضغطوا عليك في شي حاجه اما البرانيين مثلا يعني كتصبر يعني الناس البرانيين ما كتعرفهمش عادي كلينا الدق حنا بصح صراحه ولكن ويصال قاز كل شيء انا كنقولها وكنفتخر بها وخا يقول البشر اللي بغى يقول فتحتي طريق بزاف القنوات تقريبا بزاف ديال اليوتيوبرز اجباله انا كنت قنطره ودازو كاملين حيتاش الضغط والضغط كليتو انا تصوروا والله الا كنهضر معكم بالمعقول تبارك الله شحال القنوات تحلوا مساكن عاوتاني حتى هما الله يسهل عليهم هادشي اللي كاين على هيدا خاصكم تفتخروا بي صافي تحط لكم الطريق برافو الوصال وعالي فتحنا بزاف الطرقان بزاف القنوات هما خدامين دابا على راسهم بزاف اللي كوكو الخدامين الله يسهل عليكم الحمد لله يا ربي كما كنقولوا هذا يوتيوب وكلشي كياكل منه والله يسهل عليكم كامل
كاملين الحمد لله. كما ربي حبسها علينا حنايا كنطلب الله ربي يسهل. هذا الشيء اللي كان. ونضيف لكم واحد الحاجه للمشاهدين بالنسبه لشي بعض انا يقولوا لي عالي بزاف الناس يعني كدعوا معاهم كتقول الله يسهل عليهم كمبتدئين وكاين شي قنوات اللي ما بغيتوهمش يطلعوا لا حاجه خصكم تعرفوا باللي القناه باللي كاين شي قناه اللي كتقولوا انا ما بغيتهاش تطلع ولا مثلا ما بغيتهاش تكون راه ديك القناه ما نساوش باللي هذا عبد الضعيف هذا المايسترو هو اللي حل ديك القناه هو اللي طلعها انا كنبقى استاذ باش تكونوا عارفين واحد القضيه الله يرضى عليكم احترموني وشوفوا والتلميذ واخا يعيا يطير ويقول قافز ومعلم مع راسه ما يوصلش للاستاذ فهمتوني وهذه المهم انا وصلتكم الرساله الله يسهل على كل واحد اخوتي والله سواء شوفوا سواء للانسان اللي عندنا معاه مشكل او اللي ما عندناش معاه مشكل او حاسدنا او ما حسدناش المهم احنا ما متسوقين حتى شي واحد الحاجه اللي غنقولوا الله يسهل على الجميع الله يسهل على الجميع صافي اي واحد الله يسهل عليه صافي قولة قبيحة ولا قول مزيانة شغلوا هذاك الله يسهل على أي واحد الحمد لله فتحنا بيبان للناس ودعمنا الناس وفتحنا قنوات للناس يعني ماشي غير قناة واحدة فتحنا فتحنا بزاف القنوات صراحة فتحنا قنوات والحمد لله هما دابا خدامين ومصابعة تقول مزيانة والله إلا مصابعة يقولوها مزيانة والله يسهل ومصابعة يخدموا على راسهم الله يسهل هذا الشيء ما كان المهم دابا نوض أخوتي نضرب واحد التشفيفة بالليل في الدار باش نطلق باش نعسوا إن شاء الله يا ربي والله لهذا الصباح فيقنا بكري وانا اصلا مهلوكه معطرت ما عرفت يعني مع الصفار جد الساعه ديال ما كان الصفار والشتاء ودخت وتقيد حشاكم واحد الحاله بوصلت فيها جات ويصال مرونه حتى الصور حتى بابا مسكين قال اجي بنتي الا كنت ادخ مع الحماله اجي انا خلي لك البلاصه هذا القدام وقفنا في واحد البلاصه قال اجي نخلي ملي كان الشافه كتقايت بديك الحاله قال اجي بنتي تركب القدام انا عارجع على وراه حدا محمد علي قالت له لا قالت له الله يحفظ عمي لا لا ويلي قالت له لا قالت له انا بحق لسه القدام بحق لسه لورا مع الظروف ديالي مع الحماله وهذه ضروري كان دخو كانت قيه يا ملي ما كتكون شي حامل كتكون عاديه واخا تسافروا فيما مشينا كتكون عاديه وشوفوا احنا في الهذا ديالنا في العاده جلس مع راسي احنا العاده والتقاليد ديالنا باش تكون عارفين من الاول ديالنا من الصخور ديالنا احنا مع النساء ديالنا ما نقدرش انا واخا بابا يمشي يحيي البلاصه الاولى باش يجلس حدايا المراه في الوجود ديالو ولا يما انا ما نخليهش وما نخليش مرتي ما نقدرش لان احنا هيتك تربينا خوتي باش نكون واقعيين بابا هو بابا ويما وما يما ما نقدرش انا لا احنا من الاصول ديالنا هيتك وكنحشموه ما نقدرش الله يستر واش انا بابا يا عباد الله رد بابا لا راه جلس مراتي ما يمكنش حتى وصال ما تقدرش والله ما تقدر واخا عطيها اللي عطيته والله ما نقدر والناس شوفوا جبالك كاملين صراحه انا نهضر معكم واقع جبالك كاملين كيحشموا ما تقدرش المراه تجلس حدا الراجل ديالها وتخلي مثلا عقوسه ولا الاب دراج لا ورا ما احترامتنا للناس كاملين وهادشي اللي كاين. بلاتي مقبول بلا لا جديد اليوم اللي شفته ويصاش شداك انت شباك شوفوا اخوتي والله ما فهمتك انا على شي هضرت ضحكتي الفيديو ديال اليوم بزاف ديال التعليق صراحه يلا قريته ويصال التشبيك باقي وصل التشبيك شنو هاد التشبيك؟ التشبيك ديال شباكيه لا يطم لا يطا شوفوا حاجه والله تجات في المذاق كنحمق معي كنتعب ماشي معلميه ولكن بلاتي انا كنطلق انا ويصل لك واحد الحاجه اللي كذا عجبني فيها صراحه ديما وخا الحاجه تقنى وقت الزق 100% وتكون مزيانه ديما كتقول انا كنتعلم ولا جيت نقول انا هذا كيتعلم من هذا خلينا اللي شاف الكبار اللي قرا وفنى حياته في القرايه في القرايه عندك الحق واصلا شنو غنخلوا لهم والو شوفوا اهم حاجه هذيك اللي كتلوها هيدا كديسال يعني كتلوي فاطمه ندى انا احمد يعني هذه يعني كتجي يعني سهله يعني كنعي كتلوي هيدا كتلوي وكنطلقوا له المهم يعني المهم كناكلوا شباك المهم كناكلوا شباك المهم بلا شباك بحق صراحه والله تجات معنا جات خطيره او شوف انا اول مره في حياتي كنعد الشباك وكتعجبني هي تبكيت هذه المره سبحان الله في كل واحد هذا الشيء اللي كاين لا ما عرفتش علاش عجباتها لا حتى العام اللي قاز كان مزيان عا نسيتها وصافي نسيت هذاك الشيء علاش هذه عجباتها هذيك ما نعرف المهم ان شاء الله يا ربي تسهل شي مره وعني من عاكيل وكما قلتوا لي ويصل وتعلم الطريقه ديال المخرقه يعني شبه كيفاش يعني تشبك ديالها عاديه ان شاء الله يا ربي كنعرف الاول ولكن خاصك اليد اختي ما يكونش حمله دابا اختكم عيانه والحمال وزيد ترابي صغير
والكمية قينا لك 6 كيلو ضربت تمارة فيها والله. راها ما تصوروش يعني من 9 الصباح حتى 10 الليل وانتم واقفين راها ماشي سهلة. ماشي سهلة والله لا. واهم حاجة الحمد لله كان كنعدلوش حاجة بيدانا وكنشاركوها معاكم والحاجة يعني ديال الدار قبلوا علينا في النهاية قبلوا علينا هادشي اللي كاين هادشي اللي كنقول لكم انا دائما كنحبكم في الله كاملين وكنموتوا عليكم. شكرا بزاف لكم ربي يحفظكم. وغنقول لكم دابا باش ما نزيدوش نطولوا عليكم تعودنا تبارك الله معاكم وغنقول لكم تصبحوا على خير. المهم بلاتي غدا ان شاء الله عندي واحد النهار مجبد غدا خصنا نوضو بكري غير مشكل لا لا النعس اللي نعس انا دابا الليله شحال نعس انا السوايع شوف غدا خصنا وقول بعدا قول لي مع الغزاله بعدا شحال انا نعس انا السوايع بعدا ايوا 3 السوايع وقول لي شوفوا بقى مع المونتاج بقيت حتى الاربعاء وموطيت الفيديو في الصباح عرفت واش من ساعه فقت في الصباح في 7 وتولوت يعني تصور وتسبعة وتولوت وانا نعس مع الاربعة يعني 3 ساعات وتولوت هو اللي نعس انا باقي لحد الان دابا خصني نصبح نعس غدا ان شاء الله كما قلت لكم ويصال عندنا واحد النهار ديال السخرة غنجمعوا فيه كل شيء وغنشارك معكم داكشي كامل اللي عندي وان شاء الله رمضان وفي العشية ان شاء الله غنشبروا الطريق غنبدا معكم ان شاء الله فيديو الصباح ان شاء الله غنمشي عند الخياطة اول حاجة غنتبع الحوايج ديال العيد ان شاء الله يا ربي وخلي الهبيله الحمقى بعد داكشي اللي حرقوا شي خليهم فاش حتى يشوفوا يدي راسي وخليهم داكشي حتى يشوفوا. العشره نشارك معكم في المشى وفي شي دار نشارك معكم كلشي وخطروا معايا لكم الويلات اللي نعدل المهم انتم معايا ان شاء الله. انا اي حاجه كنشاركها معكم كما كيقول لك المثل الزيت ما يزهق الباق ما يزهق الباق ما يزهق وحنا حتى كنقولوا الزيت ما يزهق يلا نقول لكم صبح على خير والسلام عليكم نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو ديال غدا.